نعدي مع حضراتكم على اخبار النادي الاهلي. والحقيقه يمكن مستر بيتسو موسيماني بعد تمرين خفيف النهارده قرر ان هو يريح الفرقه لمده 3 ايام وترجع ان شاء الله للتمرين مره ثانيه يوم الاحد اللي جاي. كمان اطمنكم على كهربا وعلى طاهر محمد طاهر، هيرجعوا ان شاء الله باذن الله بدايه من تدريبات الحد، يرجعوا مره ثانيه للتدريبات والاصابه اللي كانت عندهم او المشكله اللي كانت عندهم تنتهي ان شاء الله باذن الله ويرجعوا ينتظموا مع الفريق بدايه من يوم الاحد. دكتور احمد ابو عبله كمان طمنا على حاله تجهيز حسين الشحات وياسر ابراهيم، الاثنين كانوا بيعانوا من اجهاد في العضلات، الشحات تحديدا اجهاد في الضمه وياسر ابراهيم اجهاد في الاماميه، وطمنا من دكتور احمد ابو عبله على حاله الاثنين وان شاء الله باذن الله ينفذوا البرنامج التاهيلي والعلاجي ويكونوا موجودين ان شاء الله مع الفريق قريب جدا.